علاقتك ايه بلعيبه النادي الاهلي؟ يعني احنا حسينا ان انت اول ما جيت لعبت مع النادي الاهلي حسينا ان انت واحد موجود بتلعب وبتروح وبترقص وبتعمل، يعني كان بقالك 10 15 سنه موجود في النادي. كانت غريبه جدا برضو. طبعا جنوب افريقيا من البلاد القريبه مننا، مش القريبه مسافه ولكن القريبه مننا كناس، لان احنا خصوصا الاهلي دايما بيروح جنوب افريقيا والفرق جنوب افريقيا، وكلنا افارقه وكلنا فخورين ان احنا افارقه. ولكن برضو ان انت تيجي من جنوب افريقيا او من لندن او من انجلترا وتيجي النادي الاهلي واول مباراه وتحرز هدف وتتاقلم مع اللاعبين، احنا طبعا صورنا حاجات كتيره جدا وانت مع اللاعبين، لا مبسوطين رايح وجاي وبتهزر وبتلعب ايه؟ عندما جئت في البداية اللاعبين والزملاء أظهروا حبا كثير لي، والمساعدين ساعدوني في أن أحقق هذا التكيف، وشعرت أني واحد منهم، جعلوني أشعر بذلك. البيئة كانت هائلة، كانوا مرحبين للغاية ودائما يذكروني يجب أن تحرز المركز الأول، يجب أن تفوز. نعم أنا أعرف ذلك، ولكن كانوا مرحبين للغاية. وفي الملعب نحن نلعب كفريق واحد، ولكن كرة القدم في الملعب هي لغة واحدة. أنا لا أتحدث العربية، ولكن الكرة هي لغة واحدة، أعرف كيف أتحرك. وأيضا تكيفت إلى ما يريدونه وهم تكيفوا إلى ما أريده وكيف ألعب. وأيضا في التدريبات ساعدت لأن نكون قريبين من بعضنا البعض. من أقرب اللاعبين بالنسبة لبيرسي تاو؟ الجميع هم هائلون في الحقيقة، مرحبون للغاية. ومنذ أن جئت إلى هنا نحن نتعامل بصورة جيدة مع الجميع، وهم أيضا يحبون الرقص. في حد منهم بيرقصها؟ نعم يحاولون، بالتأكيد يحاولون. بيقرب منك في الموضوع ده، بيقرب من رقصتك يعني؟ أعتقد أن كلهم، ولكن ربما هناك بعض الاستحياء، ولكن في التدريب كلهم يحاولون. كله بيحاول؟ Everyone tries. ماكسوني. Not everyone. ماكسوني يعني. I think it's ماكسوني. نعم. ماكسوني يحاول. But then other guys. ولكن الجميع أشرف. أشرف لا يحاول. أشرف لا يحاول. No, he never tries. لا يحاول. هو يستحي من ذلك، ولكن الجميع يحاولون. محمد الشناوي. محمد. No. No. الشناوي always. بوكر فيس ها؟ لا يحاول. هو دائما بعيد عنا عندما يؤدي الرقص. في حته ثانيه. هو مين طيب مين اللعيب اللي بيحاول يعملها معاك؟ يعني انت ما لحقتش سعد سمير، سعد سمير لو كان موجود كان اكيد عملها معاك. مين تاني؟ ممكن كهربا، ممكن حسين الشحات. اي ثينك ممكن كهربا تراي يعني ممكن يعملها. كما قلت من قبل هم يحاولون، ولكن في الملعب يستحون من ذلك. ولكن في التدريبات عندما نحرز هدف أو نحقق بعض الإنجازات، ولكن يحاولون القيام ببعض الرقص.